كدمات على مستوى الذراع والفخذ والركبة، كدمات نتيجة سقوط هذه الشابة ذات 21 ربيعا من الطابق الرابع لإحدى العمارات، وبالضبط من الشقة التي تتهم مشغلتها بإسقاطها من نافذتها. ما عرفت شنو كيفاش طراني، لاحتني من رفعتني، كنحس ما شرطني من إيدي. قلت له واش تسطيتي؟ قالت لي يا انتي ما كتحشميش. انا يا كاينه في قلمي صونوا عليا الفرامليه، قال لي الحقي عندك شي بنت في الدار البيضاء. قلت لي ميا، قال لي الحقي راه في واحد الحاله خطيره. صافي سدي شديت الكار وجيت، بعد شديت انا لقيت بنتي ملوحه انا في مريزق وما في حالتها ما يتشاف. وبينما رفضت مشغلتها التعليق على الحادث الذي وقع الاثنين الماضي، فند شاهد عيان اتهامات الخادمه لمشغلتها بالالقاء بها من الطابق الرابع. اذا كانت شتا انا خرجت للشرجم وقفات انا صحابنا غادي تمسح الجاج ولا سميتي، كنقول لها اش عندك طيحي، فهمتي؟ قول لها عندك طيحي وصعيب بانت ليا، ما بغات تجاوبني ما والو. واحد شويه سمعتها كتخاصم ولا مع سميتو، قالت لي كنسمع شي حد كيقول لها عندك لا 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 واش تقدر حكوت، وهي تلاح تلاح طول. الشابة تتلقى العلاجات الملائمة، وهذا التضارب في الأقوال ستكشفه التحقيقات التي تقوم بها الضابطة القضائية.